بسم الله. السلام عليكم الاخوه الكرام، كيف كنتم؟ كنتم تكونوا بخير وعلى خير. دابا حدا الكليه ديال الحقوق والاقتصاد، حدا داك الحي الجامعي اللي سنين هو موقف طريق الاقليميه رقم 7023. هذا هو الرومبو اللي هضرنا عليهم مرارا وتكرارا، ونجدد المطالبه بانه يزيد حز باش يجي في هذه البلاصه هنا، هذه البلاصه اللي تيخرجوا لنا الطوموبيلات، باش تكون عنده معنى. دونك الطريق هنايا، هذا المشروع ديال الطريق هذه راه المراحل النهائيه ديالها. ها هي البلاكه ديال اللي خاصه بالاناره، هي اللي من اناره ديال الطريق اللي بعد انتهاء الاشغال الطريق اللي بقات الإنارة، بقى شوير طرقي النهائي. اللهم بارك جنابة هادو. نتمنى ان هذا الجزء هذا اللي بعدا فيه السكان، اللي قرب له السكان اللي جاي في الدخلة، انه يكون شي ارصفة ولا شي حاجة. لو غيست جاي طريق وطنية، هذاك ما لا اظن انه غادي تسمى طريق وطنية. المهم هذا الجزء دابا حنا غاديين فيه، نتمنى ان تكون شي عملية ديال يكون شي رصيف بعدا على هاد الجيل اللي هنا. راه كاين واحد ستاسيون سيرفيس كيسوقوها هنايا، الا لاحظتوا معنا في الترطوار الوسطاني غادي يبان لكم داك الكورجي الاحمر ديال الانارة في وسط الطريق، في وسط الترطوار الوسطاني. ما شفتو تبارك الله، غادي يكونوا ان شاء الله دي بوتو سنتراليزي، دي بوتو سنترال. ما في نوصلوا غادي في الاتجاه ديال الريحان. هما العمال الله يعاونهم، هاد الحراره هادي. هما راه يوم الاحد، ومع ذلك راه الخدمه كاينه. يعني الا بقاو غاديين بهاد الوتيره، تنظن الله اعلم غادي تكون ان شاء الله تعالى يعني هاد الامر هذا ديال الاناره غادي يكون قبل من المده اللي هما حددوها المشروع. ما شاء الله تبارك الله، خدامين الله يعاونهم. البرج الاحمر ديال الاضاءه، موراه تيدوزو مباشره تيجرو الكابل ديال الضو، كتجي مباشرة موراهم المرحلة ديال باش يحطو دوك المثبتات ديال الإعمدة. ويس ويس ويقدو داك الرصيف يتسد صافي، يتشلج ما يدارو البوطون ديالو اللي كيدار، غير ما تيدير واحد البوطون ليس صافي. مباشرة موراها كدوز المرحلة ديال يجيبو الأعمدة. نتمنى ان الجزء اللي في نواه يطلقوا لنا الضو فيه باش تبان الخدمه، الضو يكون في هذه الطريقه هذه حتى لودوروت ان شاء الله. وغادي يكون معنا هذه الطريق هذه اللي غندوزو فيها دابا، الطريق الوطنيه رقم 6. ها هو البوطو ديال الاشغال اللي من حدا البانو الصفر، كاين بانو جديد خاص بالاشغال.
ديال واحد الشونال واحد بروجي على ما اظن غيقطعوا هذا الجزء من الطريق غادي يعاودوا يزفتوه هاد اللي تسنى عليها على ما اظن غالبا ان تصوبوا واحد القناه مائيه ندخلوا لهاد الجزئيه هذه.